للكابتن حسين لبيب والقائمه بتاعته اللي فازت باكتساح. وان شاء الله احنا اهم عندنا احنا بنهتم بالرياضه عموما في نادي الزمالك، بس اهم ملف بيشغل الجماهير نادي الزمالك كلها هي ملف كره القدم. لذلك هو حسين لبيب كان وعدنا ان هو ان شاء الله ما هيستلم النادي وربنا يوفقه ويفوز برئاسه النادي، ان اول مشكله هتتحل ان هي مشكله وقف القيد. بتمنى يعني انه يحل ازمات القيد بتاعت الفريق الكوره، وبعد كده ازمات الماليه، ويبقى بقيه البطولات يعني بقيه الكره اليد والطايره الحاجات دي برضو يتابعها ويجيب لها فيها صفقات كويسه. والله عليهم اعباء كتيره وهم اصلا جايين على مشاكل كتير، يعني المفروض يعرفوا يتعاملوا معاها ومفروض يجيبوا لعيبه في يناير، لان الفريق الاول بصراحه يعني من ساعه ما امام عاشور مشي وهو الدنيا يعني خلاص، يعني الفريق وقع جامد. والله هو المجلس الجديد انا حاسس ان هو هيبقى كويس ان شاء الله يعني، وهيعمل شغل كويس. هو بس عنده كذا حاجه المفروض يعملها ويركزوا على كذا حاجه، وكمان الازمه الماليه اللي عندهم لازم يحلوها باي شكل. اللعيب اللي هو ايه اللي هو حابب نادي الزمالك وعايز يلعب في نادي الزمالك يا ريت يعني يفضل موجود، لكن اللعيب اللي هو يحاول ان هو يروح نادي ثاني او كده ما فيش مشكله خالص يعني. وانا اعتقد كابتن حسين لبيب عنده من الذكاء والحنكه في الكلام دوت، وبجانب موضوع المشاكل برضه نحاول على قد ما نقدر ما نكونش في مشاكل. الف مبروك كابتن حسين لبيب، جمهور الزمالك منتظر منك الكتير. عندنا مشاكل في النادي كل على درايه بيها، يعني عارفين من ايقاف كيد، عندنا مستحقات لعيبه، عندنا مستحقات مدرب، عندنا تجديد لفتوح ولزيزو، يعني احنا عندنا مشاكل كتير، عندنا مشكله هنواجهها بعد كده هي مشكله خالد بوطايب. الزمالك لازم يحل المشاكل دي كلها غير الفلوس اللي هي على الزمالك في اتحاد الكوره. كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان لازم يحلوا المشاكل دي عشان الزمالك يقدر يقف على رجله تاني، ونقدر نجيب صفقات في يناير تقدر ان هي تنافس على الكونفدراليه، خصوصا ان انت بتلعب في الكونفدراليه السنه دي وعندك فريق يعني تيم محترم، بس عايز تدعيمات في اكتر من مركز يعني.